طيب رجعنا دلوقتي وبيبقى في فطير وفي مكرونه وفي حاجات كتيره جدا مش عارف عملت انت طبعا متلخبط جامد جدا عشان لا انت لسه في الفطير اصلا لا انت مش متخيل الفرحه القرار النهارده ايه النهارده قالك الصبح هو نفسه كان ياكل فطير وهو عامه يعني اي حاجه عايز تطلبها من عمر وهو جاي الاول لا لا وهو جاي انت مش واخده بالك وهو جاي سيطره على دماغه يعني انا وعدتكم بعد رمضان هرجع لكم بشكل تاني مين يا عم ده امبارح كنت بحكي لهم بقول لهم ده عمرو هيجي بقى مشرف عمرو انت بتتكلموا عليا وانا مش موجود اوبا انت يعني قلت لهم لا 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 هرجع لعب بطه وهيعمل لا لا بس على فكره قادر على فعل انا لما بحط حاجه في دماغي ان شاء الله والله يعني انت دلوقتي اكس لارج على فكره انا مش لا اكس لارج يا شيف حسن انا بلبس لارج اقسم بالله انا مش تخين بس هي الكاميرا على فكره هي اللي بتتخن والله والله العظيم هي اللي بتتخن انا مش تخين كده وبعدين انا مش تخين اصلا صدقيني انا تخين لا انت مش انا تخين مخلص خلينا في الاكل وانا مخلص طيب احنا هناكل ايه النهارده بص احنا امبارح ايه يعني احنا امبارح كنا عاملين شوربه حريره اهي الله طبعا الحمد لله كملت استوت الحمد لله فهنبدا نوريها للساده المشاهدين امبارح ما شافوهاش احنا جبنا امبارح هي من امبارح في السوا لا احنا امبارح شلناها لما ما كانش في وقت على الهواء الله يعني طبعا طلعت من نصيبنا طلعت من نصيب بس كده انت والاستاذ اتفضل روح اتفضل روح دي شوربه فاحنا المفروض احنا عاملين نوعين الله اللي هي شوربه الحريره المغربيه وايه الفرق بينها وبين شوربه الحريره الليبيه او التونسيه ايه الفرق بقى الفرق ان هما يعني دي كده بالشكل ده اللي هي الايه المغربيه اللي هي على اصولها منها فيها بالشكل اللي هو العادي بتاعها اللي هو ان انت بتجيبي اللحمه مع البصلايه مع الحمص مع العدس ونحطهم ونتبل نحط الكركم بتاعنا والكاري والحاجات بتاعتنا كلها وقطع اللحمه وتديها الصلصه بتاعتها وتطلع بالشكل ده طيب هو ماشي. دايما معروف انه في المغرب بيحبوا جدا الحمص هي فيها حمص, فيها حمص. مش كده انا لاحظت الفرق بقى بينها وبين اي حاجه تانية ان هم بياخدوا شويه مكرونه زي كده في قلب الطبق لا في قلب الصلصه وهي بتتعمل بعد ما بتتعمل الشوربه بيغرفوا عليها او مكرونه سباكيتي واخد بالك اي حاجه من الحاجات دي حلو قوي طب احنا معانا ميار عمرها 11 سنه يا ميار الو الو انا اسمي ميار ازيك يا ميار ازيك انا اتصلت انا قلت اول ولا اتصل بيكي طيب احنا مبسوطين جدا ان انت بتكلمينا انا كمان بتعرفي تدخلي المطبخ وبتعملي حاجات في المطبخ ايه بقى حاجات كتير طب قولي لنا طب ما تقولي للشيف كده انت بتحبي تعملي حاجات ايه؟ حاجات كتير طب قولي لي واحدة من الحاجات الكتير اللي انت بتعرفي تعمليها ايه؟ انا بعرف اعمل الكب كيك كب كيك يا نهار ابيض حتة واحدة يا عبقرية والله كب كيك مكرونة بشاميل مكرونة بالبشاميل كمان طب لا, لا 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 انت تعلميني بقى انا لازم اخد منك درس انا بحب الشيف قوي وبحب حضرتك قوي حبيبتي ميرسي ربي يكرمك شكرا ميار عايزه تسالي الشيف على الاكل؟ عايز بس طريقه الايس كريم طريقه ايه؟ الايس كريم الايس كريم اوكي حاضر الله عشان الصيف بقى الصيف بقى هيبدا الكلام ده لسه واكله امبارح بس قررت اعمل دايت النهارده شكرا يا ميار هو كل حاجه عايز قرر يا ما انا اكلت كل اللي نفسي فيه قبل ما ابدا الدايت كل شويه تقول لي قررت ان انا من النهارده بقالك لا ما هو من النهارده انت بقالك لا في حاجات لسه ما انا ما قررتش قبل كده والله لا في حاجات لسه ما اكلتهاش ما بعد الدايت حاجة بوظ تاني بعدين نبدا بقى على النظافه تاني يا شاف احنا النهارده كنا بنتكلم عن الكفاح والناس اللي اجتهدت في حياتها عندك قصه كده تقولها لنا لا بص هي القصص الكفاح والحاجات دي كلها كتيره وكتيره بشكل مش طبيعي يعني ايوه يعني انت لما تيجي تحسبيها في ناس انا لسه كنت بقول لعمر في ناس رجال اعمال كبيره انا اعرفهم واصحابي الناس دي بدات من تحت الصفر ايوه والناس دي كانت بتعمل حاجات ما اتكسفوش يعني منها خالص اتكسف من ايه طالما انا بعمل شغل حلال وبعمل حاجه حلال صح طب انا هقول لك على حاجه انا في فتره الجيش انا اتجوزت قبل الجيش في فتره الجيش انا لما كنت انزل مبيت كنت اروح اشتغل اي حاجه لان طبعا في شغله المطعم مش هينفع اشتغل نص شيفت والكلام فاروح اشتغل اي حاجه اي حاجه تخطر ببالك
لو واحد عاوز يكسر حيطه كنت بكسرها له. ما شاء الله. لو واحد عاوز يشيل حاجه يطلعها فوق مش عيب. المهم انت بتشتغل شغلانه حلال مفيش اي مشكله. صح. في المطاعم عندنا في بدايه جوازي انا كنت العيش اللي هو الفرنساوي دوت لما كانوا يجي يعملوا سندوتشات فكانوا يقطعوا الحته ربع لقمه كده. فيقولوا احنا بنقول عليها كعب العيش. حلو جدا. فيقطعوا الكعب العيش يشيلوه. كنت اخد كعب العيش اقول لهم احنا عندنا فراخ وبط فعاوزين الحاجات دي بناكلها له. وهي مش دي الحقيقه. الحقيقه ان انا كنت باخد الحاجات دي مع الوجبه اللي انا كنت باخدها. وايه المشكله مش احسن من الاكل يترمي ولا اي حاجه. حاجه مهمه. بص انا عاوز اقول لك على حاجه وما بتكذبش ان انا اقول حاجه زي كده. مفيش حاجه. ودي حاجه افتخر بيها. بس طبعا ان انت تبدا صغير ما فيهاش اي مشكله. صح. وعاوز اقول لك ان انت لما اولادك يلاقوك كده هيبقوا كده. اه طبعا. طبعا والحاجه ما بتجيش بالساهل يعني ما فيش حاجه بتيجي بالساهل. احنا معانا موجانا. الو يا موجانا ازيك؟ مساء النور. مساء الخير منورين يا جماعه. ده بنورك يا موجانا. بنور حضرتك والله. منورين والله بجد يعني. الله يخليكي ربنا يخليكي. يعني الشيف حسن معاك اهو بنفسه بقى باكلاته وكل حاجه حلوه بيعملها. منور يا عم باكلاتك يا عم. ايه ايه يا عم الحاجات الحلوه دي؟ تسلمي يا موجانا الله يخليكي. حاجات حلوه قوي والله. ربنا يبارك فيك يا رب. بقول لك ايه، كنت عايز اسالك على طريقه الحواوشي دي. الحواوشي كل ما اعملها كل ما اعملها بتطلع ناشفه مش عارفه ليه. اللحمه اللي بتطلع ناشفه ولا العيش؟ العيش والله بيطلع ناشف بيطلع طري كده. هقول لك دلوقتي نحن نعمل ايه. هقول لك يا موجانا. خلاص هقول لك حاجه نعمل. بص احنا دلوقتي هنعمل البطاطس الحاره اللي بيحبها الاستاذ عمرو. بجد والله العظيم. الله وحياه ربي. ده لو حد موصيك عليا والله العظيم ما هتعمل كده. حطينا الثوم وحطينا الكرفس وحطينا ال شويه الشبت بتوعنا وشويه الكزبره الخضراء وقلينا البطاطس بتاعتنا بالشكل ده وننزل في قلب الطشه اللي احنا عاملينها اللي هي بقى عباره عن ثوم وكزبره وكرفس وشويه هريسه وتاخد في الاخر ليمون معصور. كزبره خضراء. هاي كزبره خضراء. تمام ماشي. مش عارف اقول ايه. احنا مش عارف حمرنا لازم معاك. انت لازم تشكرني عشان انا عرفتك عليها اصلا. ده انا بعملها كل ماشي. ما انت عرفتيني انا حبيتها وادمنها بعد كده. اشكرك ايه بتخن. اشكرك ليه؟ ايوه في اكل حلو بعرفك عليه. قول لي ايه اللي مضايقك يا عم؟ عايز اخس يا شيخ حسن. بعرفك على الاكل الحلو بعد النهارده. بعد النهارده. بعد النهارده يعني؟ بعد النهارده. قلت لي بقى تعمل الفطير امتى؟ لا الفطير هخليه لك لبكره عشان انت هتزعل. بلاش الفطير. ما مش يوم وبكره. بص بناخد شويه كمون شويه ابيض على الريحه شويه جنزبيل. الكمون ده رائع في الاكل. سنه الملح. ماشي. في الاخر خالص ليمون او خل. ماشي. الله الله الله. ده انا اجي لك بقى يا شيخ. حضرتك حمرت البطاطس مش قوي. نص تحميره. نص تحميره عشان هتستوي كمان مع ال عشان لسه هناخدها وعشان ما تطلعش كريسبي. يعني هي المفروض بتبقى مرميه شويه من بره. اهلا وسهلا. لكن الناس اللي بتحبها بقى مقرمشه بيسيبوها شويه في الزيت شويه. سيدي انا سمحت عشان استاذ عمر بس انت مش قادر تستنى يا عمر لما نخلص؟ ما خلاص ما هنشوف حسن قال ابدا من بكره. لا هو خلاص هيبدا. لا تؤجل عمل اليوم للغد. عمرو ايوه اقنعني والله. يعني شخصيتك قدام الاكل بتنهار. بص بقى احنا هنعمل ايه؟ هنعمل دبابيس الفراخ بطريقه جديده شويه. اوكي. في بعض البلاد بيحطوا على التشيكن يحطوا عليها ايه؟ يحطوا عليها حمص. اوكي. انت جبت الطماطم. الحق. بما ان اكل الطماطم. تسلم ايدك يا شيخ حسن والله. طب ما تجيب شوكه ثانيه يعني. ممكن تاكلي منها مع لا. ركزي معايا يا همسه سيبك من عمرو. بص علشان هو ياكل لوحده ما جابليش شوكه لوحده. انا هجيب لك شوكه. بص احنا حطينا توم وقرفس وزيت. أيوة. ماشي وحطينا كزبره وننزل عليها بدبابيس الفراخ. وانا هروح اجيب شوكه. هي مش قادرة تقاوم. لا اصل هو قاعد ياكل جنبي والريحة فظيعة نفاذة. بعدين انت مش عاملة دايت انت كمان؟ ماشي عاملة دايت بس هدوق. في فرق بين ان انا ادوق. انت بتيجي بعظيمة الدايت وحياة ربنا. انت يا عمرو حضرتك ما سلقتش بقى الفراخ. لا منها على طول فيها كده. اوكي. وهنعمل برضو المكرونة واحنا شغالين كده. برضو بالمرة. اوكي. عشان تلحق تسبك.
انت خلصت كل البطاطس؟ انا جيت جنبك لسه ما عملتش حاجه اصلا. عاوزك برضو تدوق الحريره يا عمرو. اه ده الحريره ده انا نسيت حاجه. انا شايفه عمرو يدوق ومفيش همسه خالص. انا خايف عليك. هو خايف على جسمك والدايت. خايف عليكي. انا كده كده بايظ يعني. هو عمرو خلاص عليه العوض. شوف حسن ميار يعني عايزه الايس كريم النهارده يعني ممكن نقول لها الطريقه كده. الطريقه بتاعت الايس كريم هو في البودر بتاع الايس كريم بيتباع في اي سوبر ماركت او عند عطاره تكون كويسه. بناخد البودر بتاع الايس كريم مع حليب ساقع قوي مع تلج وندي سنه فانيلا صغيره وتدي شويه كريمه لباني او تدي في كريمه باودر اللي هي بتاعه الايس كريم غير كريمه الايس كريم الفريش كريم يعني الباودر فريش كريم نحط دوت على ده ويتضرب في الخلاط او يتضرب في المضرب وبعدين تنزل عليه بوحدتين ثلاثه ثلج لحد ما يتجانس يبقى زي ايه زي الكريم شانتيه كده بس تقيل. حلو جدا. عاوز تديله بقى اي طعم في بقى ايه بالفانيليا في بالمستكة في بالحاجات دي كلها وتقلب ده كله وتحطه في الفريزر بعد ساعة تاكل منه زي الفل. عملنا اللي علينا نفس الحكاية دي نعمل حسن عمل اللي عليه. ممكن نفس الحكاية دي نعمل منها سموزي فراولة مانجا بالايس كريم بيبقى حلو قوي. فيها يا شيخ حسن والله العظيم حرام عليك وحياة ربنا يعني. انت شفته قال ازاي سموزي؟ مش كده والله العظيم ثلاثة. أنا لو جسمي بابي بسببك أنت يا شيخ حسن. يا عم الحاج كله يعني وما تقلقش. أكل وما أقلقش؟ ما تقلقش ما تقلقش. بص مطرح ما يسري يمري بيقول لك المخرج. عايز تاكل والموضوع يظبط معاك والله ما بهزر. احرق اللي انت بتاكله في الرياضه. ما فيش وقت احرقه للاسف. طب خلاص انا هروح يعني ما فيش حل غير كده هعمل كده. طب قول اعمل انا معاك ايه بقى. طب احنا بنعمل ايه دلوقتي بقى؟ حطينا صلصه الطماطم مكرونه حطيت الثوم وقرفس وكزبره وحطيت انت رايح فين يا عم؟ طبقك اهو شويه الزيت وعندي الحريره. بص عمال يحرق اللي على فكره دي اللي فيها مكرونه. دي اللي فيها مكرونه. دي اللي فيها مكرونه الثانيه. انت عايز اي حاجه فيها مكرونه وخلاص صح؟ عايز ايه يا عم علي؟ ايوه انا عامل دايت والله. تلاش يا عم علي سيبه يا عم علي سيبه. بص ما تجيش غير مع ناس صغيره. انا هسيطر عليه تلاش. انت دايما ما تجيش غير مع ناس صغيره. انا اجيبها واجي. طب حاسب بس تتكعبل بس. اخر بقى الطبق ده. انت صعبان عليا بشكل عمرو مش عارف. خدي. بص اداني برضو المعلقه الصغيره واخد المعلقه الكبيره. انا بقى كل واحد وبقه. دي اللي بالمكرونه ما تقعديش بقى تقلفي. طب يعني احنا نفضل ناكل يعني ونسيب البرنامج ولا نعمل ايه ولا مش فاهم حسيتكم يعني. حلو جدا. لا يا شباب انا اول مره ادوق في حياتي على فكره. الدوق الثانيه دي برضو انا ممكن اساعدك يا شيف. طيب تعالي بقى كده خلاص روحي ساعدي الشيف والله انت يا لميس. بص احنا ما تلبسيش. ما البسش احنا لميس. بس ايه اعمل ايه اقلل يعني خدي بخاطري كده ربنا ياخد يا لميس. ربنا ايه ياخد بخاطرك كده. هي فين لميس؟ ربنا ياخد. لا لميس. لا مش ياخدك. ياخدك ليه يا عم؟ الو ايه ده لميس صغيره ازيك يا لميس؟ بص ليه عامله ايه سمعتيها كده صح؟ الحمد لله. عايزه الايس كريم احنا قلنا على طريقته. نعم عايزه حاجه غير الايس كريم احنا قلنا على طريقته الميار. انت عايزه ايه بقى؟ طلب طريقه المكرونه البشاميل. طريقه المكرونه البشاميل. حاضر حاضر. بص شكرا يا ميار على تليفونك. وحطينا شويه ملح لميس شويه زعتر. يا حلولي يا حلولي. شوف حسن سن شطه صغيره. اوكي شويه كمون. حسن خد بالك. ايوه فلفل اسمر. ايوه هنعمل بقى حركه عجيبه كده شويه دلوقتي. ناخد شويه كركم حلوين كده عشان تدي لون. تدي لون. الله عليك شوف حسن. يا انت على فكره فراخ دي بقى. عايزه طريقه عمل المكرونه بالبشاميل دلوقتي. حاضر. بصي هات يا سيد الشوربه لو سمحت. ريحه الخضار يا جماعه تحفه تحفه. ايوه خليكي هناك يا همسه فعلا ريحه الخضار حلوه قوي. ما نشققش الفراخ شويه كده عشان احنا ممكن ناخدها عشان تستوي. بس هو الدبابيس لعلمك مش محتاجه. انت قاطع علينا يعني عشان بسرعه هتستوي. يعني هي بسرعه. هي الفخاد عامه بتستوي بسرعه اسرع من الصدور. تمام. طب احنا هنحط عليها شوربه. نديها شويه. فين يا سيد؟ مش مشكله. بصي
ادي هي المفروض الجيش قال لك ايه اتصرف. لا هي هي المفروض ان احنا نعملها عباره عن ناخد شويه شوربه فراخ صغيره. تمام. ما ينفعش ميه سخنه؟ ما ينفع لو ما عندكيش. وهناخد شوربه حريره، هي المفروض الفراخ دبابيس فراخ بالحمص والصلصه. فبما ان احنا عاملين شوربه الحريره تنزل عليها كده. يا حلاوه باللحمه. باللحمه بكله مش مهم بقى، ممكن تشيل بس منها اللحمه، واخده بالك؟ تحفه. انت بس تاخد غلوه هنا، بعد ما تاخد غلوه في خمس دقايق هتستوي تفتكر؟ بصي احنا المفروض بنعملها بالشكل ده وتسيبها على النار. ونسيبها على النار شويه نغطيها، بعدين ناخدها في البايركس بتاعنا ندخلها الفرن. ندخلها الفرن تاخد معاكي 20 دقيقه في النار، بتطلع معاكي حاجه قصه ثانيه خالص. اه طبعا واخده بالك. فاحنا نعمل ايه؟ دي اسمها ايه بقى الفراخ دي؟ دي نوع من انواع الفراخ اللي بيعملوها في تونس والمغرب والحتت دي، بتبقى زي الفراخ القراصيه وزي اللحم بالقراصيه والكلام ده كله. دي اسمها فراخ بالحمص. اوكي واخده بالك؟ المفروض بتبقى بالشكل ده كده. عمرو سايبنا طبعا، عمرو بيتغدى وسايبنا احنا نطبخ. يعني هو خلاص كده خلص البرنامج وعاش حياته. مخصوم منك 3 ساعات. بقولك انا لسه بدوق. هما كلهم في الكنترول فوق. فيه انتوا بصين على الاكل ليه؟ ليه؟ مش عارف. ده انا بدوق شوربه يا جماعه. ده احنا النهارده بنتكلم عن كفاح والاجتهاد. هو الرقم انا بكافح. وعيد العمال. ما بكافح؟ هو كفاح. مش كفاح، احلى كفاح والله في الدنيا. احلى كفاح. وصفه ايه يا ياسر؟ يا ياسر ايه؟ ده مش ياسر. الله الله. وصفه ايه يا شاب؟ كنت واخد الكارت بتاع حمزه. لسه هنشتغل عليه. طيب. بصي. هي اللي ادتني كارت. طب اعمل لك ايه بقى؟ هنا اعمل لك المكرونه. احنا هنعمل، انت عمرك شفت مذيع تخين كده؟ بتاع المكرونه. نمشي خطوه خطوه. دي احطها على النار؟ ماشي. احب انا اساعد واخلص بسرعه كده. ممكن. اه والله انا بحب المطبخ جدا. بصي احسن حاجه في التاريخ المطبخ والاكل. ايوه طبعا. طب انا احط المكرونه هنا؟ لسه بقى. لا لا انا ماشي. لو ما ماشي بصي كده احطها بقى في الفرن. هفكر يا معطر، هفكر. انا مبسوط يا شيف حسن جدا. انا مبسوط لك عمرو. طبعا طول ما انت بتاكل لازم تبقى مبسوط. انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه. البطاطس الحاره والحريره. طب قول لي احساسك ايه يا عمرو؟ انا كعمر مبسوط. لا اكبر متعه في الحياه بجد. احطها في الفرن دي؟ او من اكتر المتع اللي بس اللي مش عايزك تعذبي نفسك. طب اكمل؟ اه لا اكمل اكل. اتفضل هاكل. اتفضل. لا انا يعني احسن متعه في الدنيا هي متعه الاكل عامه. بحس ان هي دي هي الحاجه اللي فيها اللذه في الحياه والله. طب هتخس ازاي؟ بس هي حاجه حلوه. سيد عندكم ايه تاني بقى؟ لا مفيش، اللحمه لسه ما استويتش. خليك عندك. عندكم ايه تاني؟ عمر يا استاذ عصام انا شربت الشوربه، المفروض بقى يبقى في طبق رئيسي بعديها. طب ما هو لسه ما خلصش طبق رئيسي. انا هدخله الفرن. لا اصبر بس، اصبر يا عزيزي. طب البتاعه دي بتغلي، احط المكرونه؟ سيبيها شويه عشان تتسبك. لسه هنقطع لها شويه حاجات كده. بصي دي كده تروح على الفرن. الفرن يلا يا باشا. ما تاكلهاش. ها الفرن. على الفرن يا عم. على الفرن. على الفرن. طيب ما انا عارف ان الفرن هنا، بس افتحه الاول. افتحه ازاي وهو مش بريمو؟ اوكي. يا وعدي يا وعدي، دي حراقه؟ وعدي؟ اه ماشي ابلة. شغال الفرن؟ شغال الفرن. تفتكر عمرو ان هتلحق تطلعها عشان تاكل منها؟ لا دي احنا جامدين قوي بجد والله. هتلحق يعني؟ لا ده امينه بتقول لي برافو بقى. لا دي احنا جامدين قوي. فين الطاسه بتاعت الفرن؟ طبعا احنا ايه عاملين شويه حاجات. طب السجق ده ايه؟ ما انا لسه هقول لك اهو، احنا عاملين شويه حاجات. بس طبعا النهارده لظروف امينه الدايتيه اللي هي عامله دايت، فقالت لي بالنبي بلاش النهارده تعمل لي الفطير والكلام ده كله. فايه عشان امينه؟ وانا من الصبح عمال اقول عندي دايت، عامل دايت، عامل دايت. دي لا دي مش اه ناخد دي بقى تمرين في الشنطه.
لا عاملين فطير. واو ليه يا امينه كده دايس يا امينه؟ احنا هنفطر بكره بالسجق والسكر والعسل ده بكره؟ انا ممكن ابدل يومي بكره يعني هنعمل شويه حاجات بكره بسيطة كده حلوه بسيطه ابدل يومي والله يعني ده المنيو بتاع بكره؟ ده المنيو بتاع بكره. تورتة؟ لا انت عايزه كمان تورته وفطير وفي ايه؟ هي 1 ريكوست 1 طلب واحد بس عشان نحتفل بينا مع بعض. لا الخميس ربنا يوفقك. لا احتفل احتفل بينا في لمة العيل. احتفل يا اما اعمل التورته وسيبها للخميس في الثلاجه. ما انا هعملها لك الاربع سيبها لك في الثلاجه وانت ما تستويش يعني في الثلاجه يعني مش عارف ازاي بس تمام. مصمم مصمم مش مهم بقول لي التورته ما تستويش. يعني ايه التورته ما تستويش؟ لغايه ثانيه فاهمها لي يعني. طب هي دي اتحطت ليه على النار؟ احطيها على النار يا سيدي ودي شويه زيت كده. اقسم بالله اللي هيمد ايده على التورته لغايه يوم الخميس هو انا ممكن اعمل واحد زيت ده الزيت. ايوه بس بالفراوله يا شيف حسن والنبي ها كمان انت هتجري فراوله كتير بس خلاص شكرا. اوكي ابعت حاجه؟ مش لا والله سايب بقيتهم هناك هم والله ما اكلتهمش ولا حاجه. يا شيف انت وانت بتطبخ دايما بتبقى مبتسم. انا بتحب ده. لا احنا اتفقنا ان الاكل نفس والنفس ان انت تبقي فرحانه انك بتعملي الحاجه اللي بتشتغل فيها. ده حقيقي. خد بالك لو انت عملت حاجه وانت متضايقه مش هتطلع حلوه خالص بالمره. صح. فلازم انت تكون عندك من جواك كده. طيب هتتبل بقى الحاجات دي؟ هنتبل وهنعمل كل اللي انت عايزاه. حطي انت بقى تبلي كده انت ماشي. ممكن نحط الحاجه واحنا بنخدم. اديتك فرصتك اهو. ايوه بقى. انا اقول لهم باي باي وانت والله انا شاطره وحياه ربنا اديني فرصتي هتبقى يعني بكره ان شاء الله في نفس الميعاد ده من الساعه 4 للساعه 6 هاتوا قناه الحياه عشان هتلاقوا برنامج تحيه طيبه وبعد بكره هيكون معاكم خلود وممدوح. بكره ان شاء الله حلقه تكون جامده جدا. استنونا بكره. باي باي واحنا هنحط الحاجه وفطير وحاجات حلوه جدا بكره. استنوا الشيف حسن بيعذبني اقسم بالله. باي باي.